سيدي الوزير صور عن المقر كان عندنا فرصة نطلع على برنامج مسطر من متعامل اتصالات الجزائر واللي يحتوي على 57 مشروع للربط بتقنية FTTH للمشتركين في مختلف ربوع ولاية الأخوات. كان فرصة كذلك باش نشوف مدى تعميم هذه الخدمة، خدمة البريد وخدمة المواصلات السلكية واللاسلكية وتحسين جودتها لجميع مواطني الولاية. طرت مؤسسة بريد الجزائر في إطار مخطط عمل الحكومة برنامج لاقتناء 600 جهاز توزيع آلي أو شباك آلي جديد ليعزز حضيرة مؤسسة بريد الجزائر اللي تحتوي اليوم على 1400 جهاز متفرقة على التراب الوطني مرة أخرى. إذن 600 جهاز هذه راح تسمح لنا برفع مستوى هذه الحضيرة ب 40% مقارنة بالحضيرة الحالية. ولو ناخذ العدد الإجمالي للحضيرة تاع الموزعات الآلية أو الشبابيك الآلية سواء اللي تابعة لمؤسسة بريد الجزائر ولا اللي تابعة للبنوك، هذا الرقم تاع 600 جهاز إضافي فقط من مؤسسة بريد الجزائر راح يسمح برفع هذه الحضيرة ب 20% مقارنة للمستوى الحالي.